بسم الله الرحمن الرحيم. نطيب الأربي الرئيس التنفيذي لجمعية الشباب المتوسطي والرئيس لنادي المتوسطي للكورتبال. النادي المتوسطي للكورتبال فريق تم تأسيسه مؤخرا من طرف جمعية الشباب المتوسطي صاحبة حصرية في نشر اللعبة داخل المملكة المغربية. كما ترون الآن في هذه الحصة التدريبية نحن منذ مدة ونتدرب بفريق يسمى كما قلت النادي المتوسطي للكورتبال الذي سيمثل المملكة المغربية وسيمثل جمعية الشباب المتوسطي خلال الاستحقاقات المقبلة أي مرحلة أبريل 2014 بهولندا كأس العالم لهولندا لأقل من 19 سنة. النادي المتوسطي للكورتبال تم إنشاؤه منذ فترة من أجل إعطاء روح جديدة للكورتبال بحيث ثاني مشاركة لنا هذه السنة بعد سنة الفارطة 2013 في نفس الدولة أي هولندا بالنسبة لكأس العالم. نركز خلال هذه المرحلة من أجل تشريف الجمعية أي النادي المتوسط للكورتبال والمملكة المغربية التي سنمثلها خلال استحقاقات أبريل 2014. نحن الآن نتوفر على فريق نحو حوالي 60 منخرط أو 70 منخرط يتدرب. كما قلت النادي يتوفر على 60 أو 70 منخرط يتدربون أسبوعيا يوم السبت من أجل المشاركة كما قلت في كأس العالم أبريل 2014. هدفنا الأول ليس المشاركة في كأس العالم، هدفنا الأول هو نشر الرياضة على الصعيد في مدينة الناظور على الصعيد الجهوي وعلى الصعيد الوطني، لأنه في جمعية الشباب المتوسطي صاحبة كما قلت الحصرية هدفنا والاتفاقية الموقعة مع المؤسسة المغربية الهولندية هو على أننا ملزمون بنشر اللعبة على الصعيد الوطني. لذلك من خلال خلقنا لفريقنا هذا النادي المتوسطي للكورتبال حاولنا أن نكون عمليين أكثر، حاولنا أن نقنع المؤسسة المغربية الهولندية بأننا نشتغل في الميدان ونحضر في الميدان. جمعية الشباب المتوسطي صاحبة الحصرية هي التي داءمت على توفير بعض المسائل للنادي المتوسطي النادي المتوسطي هو جزء لا يتجزأ من جمعية الشباب المتوسطي، ولكن هدفنا في جمعية الشباب المتوسطي هو خلق فرق أخرى تمارس سواء داخل المدينة أو على الجهة أو على الصعيد الوطني، لأنه الكورتبال كما يعرف الجميع رياضة جديدة بالمغرب استطاعت الولوج على عقد 2009 والآن في 2014 استطعنا كما قلت خلق نادي يتوفر على عناصر جد متمرسة. سنذهب إلى كأس العالم أبريل 2014 من أجل تشريف الكورتبال المغربي، ليس المشاركة من أجل المشاركة وإنما تشريف الكورة. وشكرا لكم. السلام عليكم. عليكم السلام، مرحبا بكم. مرحبا سبلين سار سيتي ديال الحصة التدريب نهارا نادي المتوسطي للكورتبال. مشكورا هذه الحصة نهار السبت تسجل كأس العالم أقل من 19 سنة غيرين دي شهر 4 إن شاء الله في هولندا. أديرين الفريق حاضر سيس من المغرب بالإضافة إلى شو العناصر الجندية دي مغربيين اللي جات مارسنا رياضية الكورتبال في هولندا بلجيكا باش تعززنا النادي المتوسطي باش تلقى رجل أخرى إن شاء الله نسيتي ما تمثل للمنتخب المغربي سجن طريقة تصبحانت أمام شتوغات الزغاث لأن توي سبحان ونشارك في دي كأس العالم الموسم الفاريط الفارق دي أول مشاركة الناس ورغم أنه رياضة جديدة والتيراري الذي تنظر في النظر من يتبقى في المغرب، ولكن استطاع أنه من ضمن أربع المقابلات الفارق استطاع بها في اثنين المقابلات وعم حني اثنين فرق يتجا غاس البطولة الرسمية دي رياضية ثانية تتيت السور غدا تتيت المنتخب من الصين المنتخب من رومانيا. المشاركة تبان ديالنا أزغاث نتفيد غيش تشعنا التاس باش ما يستمر دي رياضيا الكورتبال لأنه بالفعل تلقى غيش الإشادة طن قرانت زي الجامعة الدولية المشاركة يجين يحرمنا أزغاث وتنبأ بأنه إن شاء الله غزات رياضية ثانية تتيب أغسيرين غيش الصدى ضم قران دولي
تسمى ديال مجال المشاركات الخارجيه. بالنسبه استاذ بالنسبه لاقبال اقبال العام يعني باش نتمنى الصعوبه تكون زوال الصعوبات بالنسبه للاقبال باش تنعرف سنت كاع الرياضه. لا وانا في بوس صعوبات لان ما يميل لان المبادره تم زوال تلميذ دوسين فيوز ديجن المؤسسه المغربيه الهولنديه للكورفبال يتجا توغاس الفضل انه السيد الرياضي في اتقاء المغرب بصفه عامه ولكن غالنظر بصفه خاصه. تسمى النقطة الإيجابية تبادلني أنه يجن الرئيس الجمعية المغربية والمؤسسة المغربية الهولندية للكورفبال الرئيس نسل التنقزي فندين في الدريوش دور كرميسين العتيق نسل الجمعية الدولية أنه تقل نشر رياضية فني تحديد للمغرب يفكر على أنه غادي يبدا السنة تتزي النظار بحكم الانتماء نسل التاني فندين في الدريوش البداية وتستشير قصح ميمي لأنه تبات لجنة الشراكة جان المؤسسة المغربية الهولندية النيابة من التعليم ذي تيدي النظر معناه أنه سهل باش الرياضيات تمارس دي البعض من المؤسسات التعليمية غاغبية ذي النظر وحتى تغى أول يعني كسمتو سفر ممارسي لجلسة تيدي النظر غا هولندا تغى تسمى مجلس قرار شنو غادي يدير هو ديك الساعه شنو غادي يدير واخا يمشي باش يقرب